المشاركة في الحسابات الاختيارية. لم يجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار في هذا؟ أحيانا تكون المشاركة في هذه الحسابات مهمة، لأن الشركة بتعمل ماتشنج للمبلغ اللي أنت بتشارك به، صح؟ إذا تعينت المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية سبيلا إلى الحصول على الهبات الممنوحة من جهة العمل وتوقي زيادة نسبة الضريبة، لما بتحط فلوس هنا بتعمل شيء من التخفيف العبء الضريبي، وخسارة فرص الاستثمار لتدبير الأمور في الكبر، إن حتى لا تخسر هذه الفرصة للاستثمار، فلا بأس بهذه المشاركة لمسيس الحاجة إلى ذلك لتأمين عجز الشيخوخة وقلة الموارد حينئذ، بالإضافة إلى خسارة الملايين من الدولارات وربما المليارات على مستوى الجالية المسلمة في مجموعه. لكن على المشارك في هذه الحسابات الاختيارية أن يجتهد وسعه في توجيه استثمار هذه الأرصدة إلى الاستثمارات المشروعة في الجملة، هي بيبقى عندك أوبشن فتختار الاستثمارات المشروعة، وأن يستعين في ذلك بالمؤسسات المالية الاستشارية التي تقدم خدمات إرشادية ولديها قدرة على التمييز بين الطيب منها والخبيث. وللعامل في نهاية المطاف الحق فيما استقطع منه، الذي استقطع من الراتب وفيما وهب له وفي عوائد استثماراته التي وجه لاستثمارات مشروعة بلا نزاع، ويبقى النظر في عوائد استثمار هذه الأرصدة في استثمارات مختلطة أو محرمة. ينبغي له أن يتخلص مما يقابل ما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعة عند قبضه بعد التقاعد، وذلك بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام، وهو نفسه عند الحاجة والفاقة قد يكون هو نفسه أحد هذه المصارف.